يا صباح الفل ويا صباح الخير عليكم وعلى كل مشاهدي قناه ناين لايف. بنصبح على حضراتكم، بدي معاكم حلقه جديده ويوم جديد ونهارك سعيد. النهارده الاثنين الموافق 21/12/2015، ايام قليله ان شاء الله ونستقبل 2016. يا رب تكون احسن من 2015 في كل حاجه لكل الناس. صباح الفل يا ريهام. صباح النور يا رانيا، صباح الفل على كل مشاهدينا. وكل يوم انا بقالي اسبوع كل يوم اقول يا رب تبقى سنه خير وسعاده يا رب واقعد ادعي كده يا رب. 2015 في كل حاجه بصراحة. والله 2015 انا بالنسبه لي كانت يعني متنوعه، يعني مش كانت عظيمه كلها، كانت متنوعه بس احنا عايزين التنوع الايجابي، عايزين نسبه عاليه من الايجابيه في 2016. والله واحنا المفروض احنا كمان نبقى ايجابيين والله، يعني تحسي ان الناس بقت في حاله احباط عندها كده، ماشي في الشارع في حاله احباط، فعايزين ننتعش كده مع السنه الجديده وناخد قرارات وننفذها. عايزين ننعنش الشعب المصري. ننعنش ننعنش الشعب المصري، عايزين مصر تنعنش في 2016. وماله دي فكره لطيفه. نعنش مصر. مصر تنتعش. مصر تنتعش. طيب عندي مصر تنتعش صح. طيب عندنا فقرات طبعا كتيره جدا، وكالعاده بتكون فقراتنا في البدايه مع الصحافه ومتابعة لأهم ما ورد في صحافة اليوم. النهاردة الاثنين 21/12/2015 هيكون معانا الأستاذ هاني النحاس نائب مدير تحرير روز اليوسف وتعليق على كل الأخبار وأهم عناوين الصحف النهاردة. هنحتفل كمان النهاردة أو هنتذكر واحد من أعظم المصممين المعماريين المصريين والعالميين، الحقيقة يعتبر عالمي، الفنان الكبير حسن فتحي. هنحتفل النهاردة بذكراه أو هنتذكره يعني في يوم في ذكرى وفاته. وهيكون معانا المهندس طارق المري خبير التراث باليونسكو، هنتكلم على ستايل حسن فتحي وأهم إنجازاته وليه هو من أشهر الأسماء اللي موجودة على ساحة الهندسة المعماريه. جميل جدا. هيكون كمان عندنا فقره الحقيقه عن اللحوم الفاسده، وافتكر ان فكره او موضوع اللحوم الفاسده ده ابتدى ينتشر بشكل كبير، والحقيقه لما بنقول لحوم فاسده مش بس بنتكلم عن اماكن بيع لحوم او كده، انما كمان بنتكلم عن المطاعم، المطاعم والاكل اللي بناكله في الشارع والاكل اللي بناكله في اماكن كتيره جدا، تيك اواي، الجانك فود، الحاجات دي كلها لازم ناخد بالنا انه انت ما انتش عارف مصدر الحاجات دي جايه منين، فمهم قوي ان احنا نتكلم في الموضوع ده، ومهم اكتر ان احنا يكون عندنا رقابه كويسه على كل اكيد نطلع بناكل لحم حمير بقالنا طول السنين دي مثلا احنا مش عارفين. ربنا يستر. هيكون معانا طبعا في فقره اللحوم الفاسده الاستاذ دكتور حمدي عبد السميع استاذ صحه الغذاء. وزي كل يوم اتنين معانا فقره الموضه، وهيكون معانا النهارده بما اننا يعني الشتاء اهو شادد حيله علينا، فهنتكلم النهارده عن كاجوال الشتاء او اللبس الكاجوال في الشتاء، ازاي نظبطه بقى ونعمل ستايل ايه الاجدد حاجات. يعني انا شايفه الحاجات الطويله دي، المنتوهات الطويله طالعه موضه قوي، الكاردجن الاسطوال وحاجات كتيره الحقيقه. النبيتي كمان مكتسح البوردو، احنا عندنا مثلا خمسه سته في الاستوديو النهارده لابسين نفس اللون، الحقيقه تحس ان احنا داخلين يونيفورم. يونيفورم يعني عندنا يونيفورم نهارك سعيد. فالحقيقه انه في الوان فارده نفسها السنه دي على الشتاء، وفي موضه فارده نفسها السنه دي على الشتاء، هنتكلم بالتفصيل النهارده. هيكون معانا بوسي علي سيد مصممه الازياء ضيفه نهارك سعيد النهارده. بعد الفاصل نبتدي اولى فقراتنا ونهاركم سعيد وزي الفل، خليكم معانا.